تعالى بقى نروح للمؤتمر العربي الأول للتنمية المستدامة. حصل تقدر تقول كده ايه انطلاق لوقائع، انتوا مستنيين حاجة هنا؟ مش مستنيين صح؟ انطلاق لوقائع المؤتمر العربي للتنمية المستدامة والمناخ تحت شعار الأخضر حياة. شوفوا التقرير وفاصل ونرجع نكمل الكلام. لم تكن الدولة المصرية منفصلة عن هذا التوجه العربي والعالمي، فقد عملت بوعي من قيادتها السياسية الرشيدة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جعل مواجهة هذه الظاهرة في مقدمة أولوياتها من خلال توجيهات سيادته بتعزيز الجهود الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة. تعتبر التغيرات المناخية هي القضية الحاسمة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض وذوبان القمم الجليدية القطبية وارتفاع مستويات مياه البحار. كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهشة والهامشية، بالإضافة إلى تغير كبير في نظم الزراعة والغذاء.